كل سنة وحضراتكم طيبين. هلت علينا الأيام المباركة والليالي العظيمة، وهي ليلة الإسراء والمعراج اللي هتبدأ النهاردة بمشيئة الله بعد المغرب حتى أذان فجر بكرة. بطبيعة الحال كل الأعمال اللي الواحد بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى فيها مستحبة في هذه الليلة، يعني يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات، بالطاعات، بإخراج الصدقات، بالسعي على حوائج الناس، بصلة الرحم، بالإكثار من الذكر والاستغفار. كل شيء يمكن أن نفعله من خير يستحب أن يكون في هذه الليلة. كل تأكيد طبعا في هذه الليلة من الله على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة. وخلينا نمر مع حضراتكم مرور سريع جدا على هذه المعجزة. يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الوحي جبريل عليه السلام على دابته البراق ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس للسماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى. في هذه الليلة فرض الله على المسلمين الصلوات الخمس، وكانت في البداية 50 صلاة وتم تخفيفها لخمس صلوات بأجر 50 صلاة. بالتأكيد ليلة الإسراء والمعراج معجزة إلهية بكل المقاييس. هذه المعجزة دعم الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته ونصره أمام قومه بهذه المعجزة الكبيرة، وكان يعني هذا الأمر من أجل أن يخفف عنه ما لقيه النبي محمد من أذى من أهل الطائف ومن موت عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وكي يرى من آيات ربه الكبرى. لذلك هذه الليلة لها فضائل عظيمة مستحب فيها كما قلنا الإكثار من الصلوات على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. ليلة مباركة وأيام عظيمة بتعتبر منحة إيمانية يجب علينا جميعا نغتنم هذه الأيام، تقرب من الله عز وجل بالطاعات من صيام وصلاة وصدقات وقراءة القرآن وأيضا تدبر هذه المعجزة والدروس المستفادة منها. ربنا يرزقنا جميعا خير هذه الليلة. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، بنصبح عليكم مرة تانية. صباح الخير والسعادة عليكم، وصباح الخير يا مصر.